أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة عن ضبط أكثر من 100 طن سكر تمويني ودقيق بلدي مدعم من قبل مسؤولي ومالكي مخابز بلدية ومخازن بهدف بيعها بالسوق السوداء. جاء ذلك استكمالا لجهود وزارة الداخلية لضبط الأسواق ومكافحة الجرائم التموينية في شتى صورها، لا سيما جرائم حجب السلع عن التداول بالأسواق وبيع سلع منتهية الصلاحية. استكمالا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، لا سيما جرائم حجب السلع عن التداول بالأسواق وبيع سلع منتهية الصلاحية، أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن عن ضبط أكثر من 123 طن سكر تموني ودقيق بلدي مدعم تم الاستيلاء عليها من قبل عدد من مسؤولي ومالكي مخابز بلدية ومخازن للسلع الغذائية بهدف بيعها بالسوق السوداء، ما يعد استيلاء على أموال الدعم المخصص لها بنطاق محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وقنا. كما تمكنت الإدارة من ضبط نحو 70 طن سلع غذائية متنوعة تم حجبها عن التداول بالأسواق بهدف بيعها بأزيد من سعرها المتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة من وراء ذلك خلال حملات شنتها الإدارة بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، ونجحت في ضبط قرابة 32 طن أرز شعير مجهول المصدر قام اثنان من مالكي مضارب أرز بالبحيرة بتجميعها لبيعها بالسوق السوداء. وعلى صعيد التصدي لجرائم بيع سلع منتهية الصلاحية، أسفرت حملات الإدارة عن ضبط قرابة 20 طن حلوى مولد وسلع غذائية أخرى غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة المسؤولين عن ثلاثة مخازن لتجارة السلع الغذائية بالسويس والمسؤول عن مصنع لإنتاج الحلوى بالقليوبية. وتمكنت من ضبط قرابة 32 طن أسماك ولحوم ودواجن ومقطعاتها ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي بعدد من ثلاجات حفظ السلع الغذائية ومطاعم ومصانع وجبات جاهزة بالقاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس. ونجحت في ضبط نحو 17 طن مواد غذائية ومخللات وملح طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة مالك مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بالمنوفية ومالك مصنع لتعبئة وإنتاج المخللات بالبحيرة. الإدارة تمكنت من ضبط 5 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر قام مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية بالشرقية لبيعها بأزيد من سعرها المتداول. كما تم ضبط 3 أطنان أسمدة غير صالحة للاستخدام الزراعي بحوزة مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية بقنا. ونجحت الإدارة في ضبط 13 طن أعلاف حيوانية غير معلن عن أسعارها قام بتجميعها مالك مصنع لتعبئة وإنتاج الأعلاف الحيوانية بالمنوفية لبيعها بأزيد من سعرها المتداول. كما تم ضبط 3 أطنان أعلاف حيوانية غير صالحة للاستخدام الحيواني بحوزة مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بالغربية. الإدارة تمكنت ومع استمرار حملاتها لضبط الجرائم التموينية من ضبط 35 طن منظفات صناعية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية بحوزة مالك مخزن لتجارة المنظفات الصناعية بدون ترخيص بالسويس. ونجحت الإدارة في ضبط 30 طن أسمنت وحديد تسليح تم حجبها عن التداول بالأسواق لبيعها بأزيد من سعرها المتداول بنطاق محافظة المنوفية. وتمكنت من ضبط نحو 259 ألف لتر مواد بترولية تم تجميعها للإتجار بها والتصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء بعدد من محطات لتموين السيارات بالقاهرة والسويس. كما تم ضبط 2000 اسطوانة بوتاجاز قام المسؤولان عن مستودعين لاسطوانات البوتاجاز ببني سويف والقليوبية بالاستيلاء عليها لبيعها بالسوق السوداء. وأسفرت حملات الإدارة في مجال ضبط جرائم حجب السجائر عن البيع بالأسواق والبيع بأزيد من السعر الرسمي والمهربة جمركيا عن ضبط 156 قضية بإجمالي مضبوطات أكثر من 89 ألف عبوة سجائر مختلفة الأنواع. ونجحت الإدارة في ضبط 1,600,000 قرص أدوية ومكملات غذائية مجهولة المصدر ومهربة جمركيا وغير مسجلة بالجهات المعنية بصيدليتين بالقاهرة.